طبعا واحد من نجومنا وصاحب الخلق الرفيع كابتن شريف. مبروك النهارده يا كابتن شريف، مباراه صعبه وجيم صعب جدا، لكن الاصرار والتركيز، كان عندنا ثقه كبيره فيكم وفي الكابتن طارق وفي كل اللعيبه. شايف الجيم النهارده ازاي وحصلنا على كاس مصر بيمثلك ايه يا كابتن شريف؟ والله الحمد لله، طبعا يعني بدايه كده نحمد ربنا على الجيم الجميل ده. انا مبسوط وسعيد قوي قوي، مبسوط بالرجاله اللي معانا لعيبه مش عايز اقول لك متحامله على نفسها. عندنا اربع خمس لعيبه اصابات ومربطين، يعني بفضل ربنا طبعا كرمنا النهارده بعد مجهود، وانا شايف ان مجهود السنه اللعيبه دي يعني حصلت كاس مصر ده الحمد لله حققوا حاجه لينا احنا كنا محتاجينها فعلا، يعني لان الفرقه دي تستاهل، الفرقه دي تعبت طول السنه. جاي من النهارده فرقه سبورتنج، فرقه كبيره بتنافس على كل البطولات. احنا كنا عندنا من اول المعسكر واحنا عندنا هدف ان شاء الله باذن الله كنا نحقق كاس مصر، وبشكرهم. يعني انا ما عنديش اكتر ان انا اشكرهم، بشكر مجلس اداره في حضوره، بشكر النشاط الرياضي، الحمد لله كلهم واقفين جنبنا، والحمد لله بنهدي لهم البطوله دي وبنهدي البطوله دي لجماهير النادي الاهلي. بطوله كبيره وجايه بعد تعب، فالحمد لله على كل شيء. الله يبارك لك حبيبي.